فيديو مهم جدا 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 لكل حد بيشتكي من الكسل. وعلى فكرة الكسل هو مش كسل ان انت ما بتقوميش تعملي حاجة، لا بالعكس، ده انت ممكن تكوني طول اليوم ممكن تاكلي ممكن تشربي ممكن تشتغلي شغل البيت وممكن تروحي شغلك بس برضو عندك كسل. ازاي؟ ده اللي هنتكلم فيه النهاردة بإذن الرحمن الرحيم في حلقة جديدة من برنامجكم نفس مطمئنة مع دكتور أسماء سعيد. قبل ما ابدأ على الخطوات اللي تخلي بقى الواحد يخرج من الكسل، هقول على حاجة مهمة قوي. في ناس بتبقى عايشة مثلا حياتها طبيعية جدا، بتاكل وبتشرب وبتنام وبتروح شغلها، بس مثلا نفسها تاخد كورس، نفسها مثلا تتطور في حاجة معينة، نفسها مثلا سمعت حلقة على اليوتيوب وكتبت الخطوات ونفسها تطبق، مش عارفة تطبق خالص. فالكسل مش بيجي من أنا الحاجات الطبيعية، لا لا، الحاجة اللي هتبقى تقويكي، الحاجة اللي هتخليكي تتغيري، الحاجة اللي هتخليكي تبقي أحسن، ده بيحصل لك فيه كسل. أول حاجة خالص بتحصل ليه؟ رقم واحد، فقدان الشغف لعدم وجود قيمة. يعني إيه؟ يعني إيه لعدم وجود قيمة؟ يعني هسألك ببساطة خالص، أنت نفسك مثلا تروحي تاخدي كورس، عايزة تاخدي كورس ليه؟ ليه؟ أصلا أنا عايزة أروح أخد الكورس علشان أبقى أحسن بقى وأبقى ناجحة، ده مش قيمة، دي بتبقى شهوة، عشان شكلي، علشان أخد معلومات، علشان أتطور، وعلشان. طب لو أنا بقى خليت إن الآخر الحاجة اللي أنا عايزها آخرها خالص إن أنا عايزة أتعلم، فأنا لما هتعلم ربنا قال لي في القرآن يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فربنا أنا عشان ربنا يرفعني عشان لما أقابل ربنا أكون عملت اللي عليا في الساعة وفي اللحظة وفي اليوم ده. وصلت الفكرة؟ لما بتكوني عايزة تعملي الحاجة عشان ربنا، والله العظيم انسي ان مبقاش عندك شغف. انا لسه كان يعني جوزي نفسه بيقول لي امبارح، كان بيكلمني يقول لي طب انت بنتي بتتعبي، انت مش محتاجه حاجه، انت ليه؟ قلت له انا عندي قيمه انا عايز اقدمها ملهاش علاقه خالص باي كون ولا اي شكل ولا اي فيو ولا اي مثلا فلوس ولا اي جلسات ولا اي حاجه خالص. ليه؟ انا عايزه حاجه اسيبها اقول يا رب ده يعني مثلا علم، حاجه نفعت بيها حد، انا لما اروح يا رب هقابلك بيها. ده بيخليكي بقى ايه؟ والله العظيم انا ممكن يجي عليا وقت ما بنامش غير ساعتين ثلاثة في اليوم كله عشان اقدر ان انا معايا ولادي ومعايا وعندي شغلي وعندي حاجات كتير، فانا عشان اقدر اعمل حاجه ممكن انام ساعتين. ده بسبب ايه؟ شغف 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 بقيمه ورساله انا عايز اقابل بيها ربنا، انا عايز اروح لربنا بده. مستحيل حاجه تديك الباور ده لو لفيتي الكون كله الا ده، استحاله الا ان انت عايزه تكوني حاجه قدام ربنا. اقول لك على حاجه، لو انت مثلا عايزه يبقى معاكي فلوس عشان شكلك قدام الناس، هيطلع عينك بجد عشان خاطر شكل، لما يكون شكلك قدام الناس اعرفي ان انت بدون قيمه، واعرفي ان انت هتتعطلي وهتتعبي ويبقى عندك كسل، وتلاقي دايما بعدها بيجي تأنيب ضمير ودايما نفسك عماله تلومي في نفسك. انما لما بكون بقيمه دي نفسك رايقه، مش مهم شكلي قدام الناس، مش مهم شكلي عامل ازاي، مش مهم تخينه رفيعه، بتكلم باسلوب مش عارفه اعمل ازاي، اهم حاجه ايه؟ انه يراك الان، اهم حاجه ربنا شايفني. في ناس بيحصل لها كسل بسبب حاجه بقى مهمه قوي، التعود ثم ملل ثم نفور. يعني ايه؟ لو انت النهارده مثلا بتحبي اكله معينه، تمام، وقعدتي كل يوم تاكليها، كل يوم فطار وغدا وعشاء، فطار وغدا وعشاء، ايه اللي هيحصل؟ في الاول هتملي، بعد كده هيجيلك نفور منها، ممكن تقعدي شهرين ثلاثه بعدها ما تحطهاش في بقك. ليه؟ لان انت اتعودتي على حاجه معينه. هقول لكم على حاجه، ودي حاجه في علم النفس وخدوها،
لو انت من كتر تكرارك للصلاة بشكل معين وفي مكان معين وبطريقة معينة بيجي بعد كده بتحس ان انت بتقومي كسلانة على الصلاة بطريقة رهيبة بجد، وتلاقي نفسك هو انا كسلانه كده، طب شويه طب شويه طب شويه، وحاجه عماله تسحبك، حاجه عماله ليه؟ لان انت عماله تكرري تكرري تكرري. اقول لك حاجه، تكرري ايات معينه، فاتحه وكل هو احد، فاتحه ومش عارفه ايه، فاتحه يا حبيبتي غيري. يعني ايه مثلا؟ يعني انا دايما حتى كنت بقول لهم كده في رمضان، هاتي اسدال جديد، هاتي مكان جديد، افتحي المصحف. يعني مثلا انا كنت اقعد اقول كده، ما تيجي تصلي افتحي المصحف على ايه معينه، انا عايز اشوف بقى ربنا بيقول ايه النهارده. تتخيلين ربنا يقول لي ايه؟ اقوم فاتحه مثلا حاجه معينه، الاقي الرساله جت، انا بصلي وانا عارفين اللي هو ايه، حاجه كده يعني مستمتعه بالموضوع. انما التكرار تكرار 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 في مكان معين بشكل معين، صدقيني ده بيخلي عندك شويه من مش هقول لك ملل بس نفور شويه، لان اللي بيتعود على حاجه بيزهق منها حتى لو روحك فيها. فهمتيني؟ فاعمل ايه بقى؟ ابدا ان انا طبعا اجدد نيتي من الصلاه، لان النيه بتخليك تبقى ايه عارفة اللي هو عندك طاقة كده وباور ليها، ان هي بتعمل كده. طيب بعد كده ان انا ابدأ اجدد، اقول لك على حاجة بسيطة خالص، لو انت مثلا جبتي موبايلك النهاردة وجيتي مثلا وانت جايباه قمت مغيرة السكرين بس، ايه الخلفية بتاعتك، ايه اللي هيحصل؟ تلاقي نفسك مبسوطة، صح ولا لا؟ لو انت النهاردة بس جبتي ملاية جديدة بس في اوضتك، تحسي بايه؟ تحسي انت مبسوطة وفرحانة باوضتك. لو انت غيرتي مكان سريرك وجبتي حاجة بسيطة تلاقي نفسك طايرة. هو ده بقى بالظبط، التغيير سنة الحياة. أكتر حاجة تخلي البني آدم اللي عنده كسل يستمر في الكسل هو اعتقاده عن نفسه إن هو كسلان. طول ما هو قاعد يردد أنا كسلان أنا كسلان، أنتوا عارفين إن أنا كسلان، يكتب مثلا حد من أصحابه بيكلمه تقعد تقول له ما أنت عارفة إن أنا كسلانة، وتسيب الكلمة ده أنا بتكلمها في عين اليقين. يعني كنت عاملة كمان في عين اليقين البتاع بتاعه، كنت متكلمة عن الكلام ده، كلمة انا كسلانة دي بتدمر بتدمر. طبعا احنا عملنا في العين اليقين ازاي تنسفي كل ده وتجددي نشاطك وحيويتك. يعني فالقصة ايه؟ حتى ما تكتبيش ده، ده في ناس بقى كمان مش بتكتب على الموبايل لصاحبتها ولا حد، لا بتكتب على فيسبوك. النبي ما عندكوش حاجة للكسل، مش عارفة ايه، اصل انا مستي مش عارفة ايه، يا خبر ابيض، انت قوة جذب رهيبة انك تفضلي طول عمرك كسلان. ليه؟ غيري اعتقادك عن نفسك وغيري ظنك ده. اغيره ازاي يا ستي؟ ابسط حاجه خالص، اول ما تيجي الكلمه هتقوليها غيريها، بس ردي على الكلمه بربنا. يعني لا اصل انا كسلان، لا 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 انا عارفه ان ربنا هيغني، انا بستمد طاقتي وقوتي من ربنا. الحقي نفسك كده بالكلام. طبعا في الايفنت انا بقى مديالهم تمارين عمليه، قعدوا يضحكوا على نفسهم ضحك يعني رهيب، فضل ربنا خرجوا منه يعني لا الدنيا اختلفت تماما. فانتوا لو عايزين تاخدوا ايفنت عين اليقين هيفرق معاكم جدا 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 في الموضوع ده، هتاخدوا قوه باور رهيبه باذن الرحمن. ومش بس للكسل، يعني لو انت عندك مثلا افكار سلبيه عن اي حاجه تماما، علاقه فيها مشكله مثلا، مرض معين، لا بجد الايفنت هيفرق معاكم جدا لو عايزين تاخدوه. برضو في ناس ممكن تبقى عندها نيتها كويسة وعاملة كل الحاجات انا بقولها دي، ولكن طاقة الطاقة الجسمانية اصلا مهدرة. ليه بقى؟ فجأة خلاص نشاط وحيوية رهيب، وفجأة قام جايب لك وجبة محترمة كده انا بسميه الاكل الميت، ويجيب الوجبة مع البطاطس بتاعته مع الكنزية اللي تشيل، اللي بحس ان هي مية نار في الجسم. انا بعتبر ان الكنزات والصودا مية نار في الجسم، مية نار بتخش الجسم، الجسم اللي هو بتاع ربنا اللي احنا هنتسأل عنه، عن جسدك والله. المهم فبتلاقيه كل اول ما ياكل تلاقي نفسه عامل كده وجنب يسري. استحاله تحطي جسمك اكل صحي ويجيلك الخمول ده، مستحيل. طبعا الميه نفس القصه، في ناس دلوقتي بتبدل الميه اللي بتحيي الجسم بالكنز، وتش يبقى مبسوطين قوي بالفتحه، وممكن تقول لها وهي بتشربها كده ده غلط ده يسم، عادي 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 عادي، عادي. ايه ده؟ ايه ده؟ على فكره مفيش حد بيقدر نفسه، بيحترم نفسه، بيحب نفسه، يعمل كده بجد. انت لو مقدره نفسك مش هتدخل جسمي غير حاجه صحيه. مش معنى كده ان انا نفسي اللي بتكلم اقعش، ممكن اقع بس ما اقعش في يعني الحمد لله رب العالمين بفضل ربنا عليا. كام سنه؟ 7 سنين ولا 5 6 سنين حاجه كده، 6 سنين ما حطيتش الميه الصودا في بقي بصراحه يعني. لكن ممكن مثلا ايه بنتي تكون جايبه حاجه مره كده، هاتي قطمه كده، واقعد بقى اتريق واشتمهم وبهدلهم واقول لهم ايه القرف اللي بتاكلوه ده، يندموا انه ادوني لقمه يعني القطمه دي والله. لان مش معنى كده انا كنت في الاول بحب الاكل ده بس لما خدت قرار انا مش هعمل حاجه، لازم اقابل ربنا بجسمي ده صح. يوم لما انه يراك الان هيسالني دلوقتي، لو مت دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ فبلاش الاطعمه اللي ما يعلم بيها لربنا دي، ماله الخضار والحاجات الجميله. وفي مقاطعه دلوقتي، خليكم في المقاطعه، المقاطعه جميله، انا بشجع المقاطعه بجد. والميه والانتخه بقى، بلاش انتخه،
كل يوم شويه رياضه. اقول لك الحاجه يا ستي يا اللي بتسمعيني، ارقصي بس. انا مره جات لي مدربه جيم في البيت فبعمل معاها التمارين ومش عارفه ايه، فهي بتقولي اقول لك الحاجه، قلت لها ايه والله العظيم كل التمارين دي ساعه رقصه احسن من اي ترسم لك جسم كده. كلام جد، قالت لي اه والله، فالرقص بجد حلو قوي. امشي يا ستي، راح تودي ولادك في حته، راح امشي امشي امشي، اتحركي. الرياضه والاكل والميه، الثلاثه دول بيعملوا ايه؟ بيدوكي باور في الجسم. الخطوه اللي انا هقولها دي بجد كنز، وكنت بستخدمها كتير جدا جدا مع اي طالب. ليه بقى؟ لان الطلاب بالذات بسبب ان طبعا انت هتيجي تهمي في حاجه جميله وايجابيه والعلم ويسيبك قوم نام قوم كل قوم اشرب قوم، هو كده. تقول لهم على حاجه رهيبه جدا، كنت اقول لهم اعملوا ايه بقى وركزوا، ده شحن الطاقه الروحيه في الجسم. ان شاء الله كورس طاقه روحيه يعني رهيب رهيب رهيب، انا واثقه ان هيعمل، يعني مش هقول زلزله بقى لا، هيعمل حاجه كبيره جدا جدا جوه كل حد هياخده باذن الرحمن. كنت مثلا لما اقول لهم انتوا بتصلوا يقولوا اه بصلي. على فكره الصلاه هي بتدي باور. انا بتكلم دلوقتي حد هو ليفله عالي يعني اللي هو كده كده بالصلاه، يعني مش محتاجين ان انا اقول ان الصلاه هي اللي بتشحن الجسم كله. الصلاه دي هي عباره عن احنا عندنا بطاريه، احنا في بطاريه في جسمنا الروح، هي اللي بتدي الباور. الروح دي مع مواقيت الشمس ومع مواعيد الصلاه بتتشحن، احنا بنروح نتشحن كده، عارفين تاخدوا باور كده تلاقي نفسك بقى ايه، عارفين الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيقول ايه، ارحنا بها يا بلال. انت بتجمعي شويه طاقات اهو، بتيجي تصلي تلاقي نفسك ارتحتي وفقتي وقمتي هميتي، هو ده اللي بيحصل بالظبط. فانا مش بتكلم بقى على فكره الصلاه دلوقتي، كمان هي الصلاه دي ما ينفعش انا اتكلم عنها لان دي اساسيات. طبعا الصيام كل العبادات بتديكي باور، لكن انا بتكلم على ايه بقى، انت خلاص صليتي وكل حاجه وقاعده، فجأة كبس نوم، فجأة مش عارفة تقومي، فجأة نفسك تقومي الحاجة، قلت أقول لهم اعملوا إيه بقى؟ اعملوا التنفس بالسجود. قلت لي يعني إيه؟ أقوم جاية سجدة ركعتين من غير أي حاجة خالص، من غير صلاة ومن غير مثلا وضوء ومن غير، قومي بسرعة واسجدي، فرغي الطاقة اللي جواكي السلبية دي تماما، واخد نفس وأنا بصلي، قول يا رب أنا قوية بيك يا رب، أنا قوي بيك يا رب، يا رب أنا بستمد قوتي وقدرتي منك، اديني قوه واديني باور واديني طاقه واديني حماس. يا رب الحماس مش هيجيني، انتوا فاكرين ان الحماس يا كل واحد كاسنا هيجي لك كده؟ والله العظيم ما بيجي، ده نعمه من ربنا. يا رب اديني القوه من عندك يا قوي يا الله، يا يعني اقولها لك ازاي، يا قادر يا الله، قدرني يا رب ان انا اعمل ده. يا رب انت عارف انا نيتي في ان انا بذاكر مثلا، او نيتي ان انا باخد ده، او نيتي ان انا بعمل ده، انت يا رب عني على تطبيقه، يا رب عني على ده. وطولي في السجود. كل مره هيجيلك حالة الكسل من حاجة انت عايزة تعمليها وتعملي ده، مستحيل تعدي من 7 لـ14 لـ21 مرة الا ما تتنسف منك ويبقى عندك باور رهيب. وبعد ما تعملي الحركة دي قومي ابدأي على طول، لان العقل بيحب يبدأ لنهاية. ابدأي بس خدي نص صفحة، ابدأي بس خدي جزء، ابدأي بس مثلا انت بتهمي مثلا في شغل معين، ابتدي اشتغلي في حتة صغيرة، العقل هيبدا ان هو عايز يقوم يكمل. هي مشكله كلها في اسمها الاوتو بايلوت، اللي هو انت عايزه تكسري دايره الراحه اللي انت متعوده عليها، انت بتاكلي وبتشربي وبتنامي وعادي خالص، فمتعوده متعوده متعوده عشان تكسري الدايره دي، بس بتبقى محتاجه همه. فالحاجات اللي انا بقولها النهارده هتعيني. في برضو حاجه بتديكي باور رهيب، يعني انا عن نفسي جربتها واستشعرتها، الصدقه. يعني ايه؟ ممكن يكون جاي لي حد دليفري جايب لي حاجه، وانا عارفه انه المفروض ياخد حسابه كذا، اقوم مديله مثلا زياده، اقول يا رب انا بتصدق عشان انا عايزه، يا رب انا عايزه طاقه، عايزه افضل ادعي بقى. ادعي الصدقه رهيبه 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 فوق ما اي حد يتصور، وانا عامله لها حلقه كامله في خلق المتنعمين، شوفوها لانها مهمه قوي بجد، بتداوي مرض. انا احب احس ان الكسل ده مرض، دي بتداوي المرض بجد. وفي جلسه بقى تامل رهيبه اسمها جلسه تجديد الطاقه، يا خبر انت بقى مجرد ما بتعملي بتلاقي نفسك، لان الطاقه ما بتجيناش غير من ربنا. لما تحسي انك واقفه قدام ربنا وبتستمدي طاقتك منه رهيبه. لو انتوا عايزين فعلا، لو انت عندك مشكله كبيره، لا خدي الجلسه دي، مش محتاجه تروح لحد مثلا يساعدك في حاجه، لا انت بس خدي الجلسه دي وطبقيها مده لا تقل عن شهرين واتفرجي هيحصل لك. لو انت عندك امكانيه ان انت تعملي عمره لجسمك وطاقتك، اطلعي عمره. العمره والله بقول لكم ايه بقى، كسل ايه بتاع. انت بترجعي فعلا حاجه تانية خالص، دي بتعمل عمره لكل خليه وذره وعضو، واقول لك كل تفصيله في جسمك وفي حياتك وفي نفسيتك وفي قلبك وفي روحك بالعمره، وطبعا الحج. فده يعني لو انت عندك امكانيه اعملي ده، هيفرق معاكي جدا جدا جدا. في الاخر خالص عايزه اوصي بحاجه مهمه، بلاش ترفضي الموضوع، تقبليه عادي مش مشكله، وابدا ان انا، المهم ابدا، اهم حاجه عندي ان انت تبداي.
يا رب ان شاء الله باذن الله كده نطرد الكسل من حياتنا خالص ونعيش كده بصحه وبصحه. ايه بقى هي صحه؟ انا بحس ان بني ادم اللي كسلان ده مريض والله. بصحه وبنشاط وبحيويه بس صدقوني مفيش حاجه بتيجي بجد والله. اقولها تاني الف مره اهو، الطاقه مش هتجيلك الا من ربنا. ظبطي علاقتك مع ربنا وادعي، ادعي ربنا يا رب اديني القوه والقدره من عندك علشان اقدر ان انا احقق كل حاجه انا عايزاها في الدنيا. يا رب الحلقه تكون عجبتكم ودخلت عليكم بالنفع وباليسر وبالخير. اعملوا لايك بمثابه شكر ليا واعملوا شير للحلقه عشان توصل للدنيا كلها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قصصك عبرا ومواعظ، فأنت الحكيم العليم. في نهجك أسعى لأحافظ، وقد أتيتك قلبي سليم. في قصصك عبرا ومواعظ، فأنت الحكيم العليم. في نهجك أسعى لأحافظ، وقد أتيتك قلبي سليم. وبإبراهيم أنا سيرة، فقد أتيته أحلاما، وقد آمنته من نارك فصارت بردا وسلاما. وموسى آمنته من فرعون، ودوما كنت له في العون. فكيف ألا أطمئن وأنت عن الأم أحن؟ الله 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 الله. وجاء متمم الأخلاق بنور أضاء الأفق. فصل على خير الخلق تفتح ببان الأرزاق. وبإبراهيم أنا سيرة، فقد أتيته أحلاما، وقد آمنته من نارك فصارت بردا وسلاما. وموسى آمنته من فرعون، ودوما كنت له في العون. فكيف ألا أطمئن وأن